وعايزة أشكل وجدان جيل. أنا هجيبك أفتح الكاميرا وتقعد قدام الكاميرا وتتكلم. أشكرك. مش شكر، ما هو يعني ما هو بنعمل ده من خلال الأعمال ومن خلال تمام طبعا. يعني زي لو استعرضنا أعمال حضرتك اللي احنا الكم عمل احنا قلناه، مفيش عمل ما يصنفش عمل وطني. ده حقيقة. عمل وطني رغم انه يبقى الإطار رومانسي، الإطار كوميدي، يعني هتقول احنا بنتكلم سياسة ووطن وانتماء في صعيدي في جامعة أمريكية، بس توصل ازاي المسألة بشكل بسيط وتخلي ناس تقعد تتفرج وتستمتع، لأن أنت بتخاطب شباب شريحة احنا ما نعرفش عنها حاجة. ازاي تخاطبهم وازاي توجههم وازاي تفهمهم؟ دي مش عايزه حد، لازم حد يبقى قاعد مذاكر طه حسين والعقاد ومذاكر حياه كمان، لان حضرتك ما انفصلتش كمان. لا العظيم انت في الحياه، انت مع الشباب الصغيرين انا دلوقتي كنت انا بدي كورسات سيناريو، فكنا بنتفرج على جزء من التدريس، يعني انا بدرسه جاد فازر جزء 1، فبشرح لهم ده كلاسيك ازاي بترسم الشخصيه وازاي بتعمل كذا. ففي جزء من الفيلم هم مقدمين مارلون براندو فاميلي مان والباتشينو زيه، ده اللي حقيقي. فهو نازل بيوقف ابنه، هو زعيم مافيا ومش جاي نازل يجيب برتقان وحاجه للبيت يعني. فقلت لهم انا الراجل ده، فقالوا لي انت؟ قلت لهم انا بنزل اجيب الفاكهه وانزل اجيب الحاجات لغايه، عشان كده انت ما ينفعش تنفصل عن الناس، ولان انت حضرتك الماتيريال الاساسي اللي بتكون منه المنتج بتاعك هو بني ادمين. بس بالظبط كده، فانت برضو ده مهم. لا انا بحب ده وبحب الناس، وكتير جدا بسيب عربيتي واخد اوبر واركب مع الناس واقعد اتكلم معاهم والعب تنس في النادي، ويعني الناس الماتيريال. ما عشان كده. طيب احنا في بنوته كده جميله جدا جدا